بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. فلتحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الان كل اوان دار دور كلها امين. فرحان ان انا موجود معاكم النهارده. كنيسه ماري جرجس بتحمل كثير من الذكريات بالنسبه لي، وليها معزه خاصه وفي محبه كبيره لهذه الكنيسه والاباء والخدام والشمامسه. ربنا يبارك فيها ويبارك في شعبها المبارك ويبارك في كل الموجودين في هذه الكنيسة العظيمة. إنجيل هذا الصباح المبارك رتبته الكنيسة لأنه آخر أحد من أحد شهر مصر اللي هو آخر شهر في السنة القبطية. ومدام ده آخر شهر وده آخر أسبوع في الشهر، يبقى الكنيسة بتجيب الحاجة الخاصة بآخر العالم أو نهاية العالم، زي نهاية السنة تبقى نهاية العالم كله. سمعتوا الحوار اللي دار بين الثلاث تلاميذ اللي سألوا، رد رب المجد على الأحداث اللي هتحصل، وتداخل الأحداث. ربنا اتكلم على نهاية أورشليم وقال على نهاية العالم. نهاية أورشليم لم يمضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله، وفعلا تم في سنة 70 ميلادية على يد الوالي تيتوس. يعني كان تم كلام المسيح بالظبط، ان الجيل ما مضاش الا لما تم كلامه عن خراب أورشليم وعن الهيكل. اما عن نهاية العالم فربنا قال مظاهر كتيرة، بعضها حصل وبعضها بيحصل دلوقتي ولسه حاجات هتحصل في المستقبل. بس انا حابب قبل ما اقول في الانجيل الوصايا اللي ربنا وصانا بيها، حابب ان انا اقول يا ريت ما ننشغلش كتير بالاحداث وايه اللي حصل وفاضل كام حدث وممكن النهايه تبقى امتى. ربنا قال ما حدش يعرف ميعاد النهايه ولا الملائكه حتى. وبالتالي القصه بدل ما نشغل وقتنا ومجهودنا في العالم هينتهي امتى، نشغل وقتنا ومجهودنا في حياتنا هتنتهي امتى. العالم في قبل منه علامات على نهايته، لكن حياتنا ايه العلامات اللي قبل نهايتها؟ عشان كده بقول يا ريت نهتم اكتر بنهايه حياتنا احنا مش نهايه العالم. اللي يحصل العالم ينتهي وقت ما ينتهي، المهم احنا نهايه حياتنا تبقى كويسه بحيث ان احنا نعيش مع ربنا في الابديه السعيدة إلى الأبد. دي بس ملحوظة قبل ما أبدأ. سيد مسيح له المجد قال ثلاث نصايح لينا وسط كل الكلام اللي اتقال. أول حاجة قال إنه بصبركم تقتنون أنفسكم، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. والنصيحة الثانية قال صلوا لئلا يكون هربكم في شتاء أو في سبت. والحاجة الثالثة اسهروا، وما أقوله لكم أقول الجميع اسهروا. فدول ثلاث نصايح نحاول نتكلم فيهم. أول حاجة من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. الصبر هو اللي بيدينا إن احنا نحتمل كل الآلام والمتاعب اللي ممكن نواجهها في الحياة. الإنسان طويل البال إنسان يقدر يحتمل ويشيل صليبه بشكر وبفرح وفي النهاية بيكلل، لكن اللي بيزهق واللي بيخرج من الطريق أو اللي بيشعر إن الطريق فيه آلام ومتاعب مش عايز يحتملها ده مش بينال حاجة. ربنا ما خدعناش وقال لنا الحكاية هتبقى يعني نعيم وراحة واللي هيتبعني لا، قال الباب ضيق والطريق كرب ولازم تشيل الصليب. كان واضح من البداية اللي عايز يتبع المسيح لازم يشيل الصليب، لازم يحتمل الألام والمتاعب اللي بيواجهها في هذا العالم، سواء متاعب روحية أو نفسية أو جسدية. لازم يبقى حاطط في ذهنه أنه تبعية المسيح لها ثمن. كل حاجة في الدنيا لها ثمن، أبدية كمان لها ثمن. يعني مش هنخش كده بدون مجهود وبدون تعب، محدش بينال على حاجة إلا لما يتعب فيها، وعلى قد ما هتتعب على قد ما هتاخد.
بولس الرسول بيقول في كورنثوس الاولى 3:8 ان الله سيعطي كل انسان اجرته بحسب تعبه. وعشان كده على قد ما هتتعب من اجل ربنا وتحتمل على قد ما ربنا هيديلك. فلازم تحط في ذهنك انه الصبر هو اللي هيعطيك الابديه، بس لازم يكون الصبر حتى النهايه. الصبر حتى النهايه، مش تزهق في السكه. يعني مرات ايوب صبرت شويه في الاول وبعد كده زهقت وقالت له انت لسه بتعبد ربنا، سيبه بقى، مش كفايه اللي حصل لك؟ فقال لها تتكلمين كاحدى الجاهلات، الخير من الرب نقبل والشر لا نقبل؟ الرب اعطى والرب اخذ، فليكن اسم الرب مبارك. وصبر حتى النهايه، وعشان كده نال 7 سنين الام ومتاعب وضيقات، فقد ولاده وبناته وكل ثروته وصحته، لكن النهايه بتاعته كانت جميله. ربنا عوضه كل حاجه ضعف، وكانت نهايته افضل من بدايته. الكتاب بيقول كده. وعشان كده يا ريت دايما نهتم بالنهايه، انها تبقى حلوه. ان الصبر هو اللي يوصلنا للنهايه الحلوه. طولة البال هي اللي توصلنا للنهاية الحلوة. الصبر في الحياة بيعطينا أن ننال ثمار. وانت عشان تشتري نفسك لازم تصبر. يقول ايه؟ بصبركم تقتنون أنفسكم. يعني عشان تحافظ على نفسك نقية، علشان تحافظ على نفسك في هذا العالم لغاية ما تصل الأبدية، لازم تبقى إنسان صبور. فأول نصيحة، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلد. تاني نصيحة بيقول لنا صلوا لئلا يكون هربكم في شتاء أو في سبت. شتاء، الشتاء دايما بيرمز للبرودة، والسبت للراحة. فبيقول لنا يعني صلوا إنه ما تجيش النهاية بالنسبة لكم في وقت أنتوا فيه في حالة برودة أو في حالة استرخاء. صلوا إن ما تجيش النهاية وأنتوا في حالة برودة أو حالة استرخاء. يعني لما يجي ربنا في اليوم الأخير لازم نبقى في حالة من الحرارة الروحية، في حالة من الجهاد، مش الراحة والاسترخاء. الإنسان اللي بيجاهد باستمرار هو اللي حينال، زي ما قال بولس الرسول: جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان وأخيرا وضع لي إكليل البر. اللي بيجاهد هو اللي حينال، هو اللي حيحصل على الحياة الأبدية. لكن اللي في حالة برودة، يعني في حالة عدم حرارة روحية، أو في حالة عدم جهاد، في حالة استرخاء. قصة موجودة في الكتاب المقدس عن شخصية مهمة جدا ربنا شهد ليها، هي شخصية داود النبي. ربنا شهد ان قلبه زي قلب ربنا. مرة واحدة فكر فيها انه يسترخي ويريح نفسه وما يجاهدش مع الجيش بتاعه ويخرج في الحرب. هي مرة، مفيش غيرها. والمرة دي هي اللي سببت حزنه حتى الممات. لما استرخى عنده فراغ وعنده وقت مش عارف يعمل فيه ايه، طلع فوق سطح القصر بتاعه، شاف منظر اعصره، سقط في الزنا، سقط في القتل، كل ده بسبب الاسترخاء. وعشان كده بيقول صلوا انه ما يجيش في وقت انتوا في حاله بروده روحيه، مش في حراره يعني، او في حاله استرخاء. ثالث نصيحه قالها رب المجد النهارده: ما اقوله لكم اقوله الجميع، اسهروا. يعني كل الاحداث دي محتاجه في النهايه، دي الخلاصه اللي ربنا بيقولها لنا، ان احنا لازم نسهر. والسهر مش معناه ان انا اقعد صاحي لغايه بعد 12 بالليل. السهر معناه ان انا ابقى يقظ طول اليوم، يقظ منتبه. يعني ابقى في حاله حراسه للحواس بتاعتي، اخد بالي فكري بيفكر في ايه، وعيني بتشوف ايه، ولساني بيقول ايه، ومشاعري ماشيه ازاي، وبقول ايه، وبتعامل ازاي مع الناس.
هو ده السهر. سهر معناه الاستيقاظ، الانتباه، واحد صاحي منتبه. الشيطان يجي لما يلاقينا نايمين، زي اي واحد حرامي لما يجي يسرق يسرق والناس نايمه. الشيطان لما يجي يسرقنا يسرقنا واحنا نايمين، لكن لو احنا صاحيين ما يسرقناش. عشان كده بينبهنا ربنا ويقول خليكوا صاحيين، خليكوا منتبهين، خليكوا سهرانين على حواسكم، خلوا بالكم بتفكروا في ايه وبتشوفوا ايه وبتتكلموا تقولوا ايه وبتتصرفوا ازاي. الحياه الابديه محتاجه يقظه، محتاجه انتباه، محتاجه ان يبقى الواحد سهران على حواسه، على نفسه، واخد باله من خلاص نفسه. العالم مش بيلهيه او بيلخمه او بيعطله عن الابديه بتاعته. في ناس احيانا العالم والدوامة بتاعته بتلهيهم عن الصلاة والكنيسة والاعتراف والتناول وعن قراية الإنجيل. العالم بيلهي علشان يبعد الناس عن ربنا، لأن العالم وضع في الشرير. لكن اللي عايز يدخل الأبدية لازم يبقى يقظ. فيش مانع تشتغل، وفيش مانع تكسب، وفيش مانع تحسن من وضعك وتبقى في حياة كويسة، لكن المهم انك ما تنساش الابدية بتاعتك. زي ما انت بتسعى انك تبقى امين في الامور الجسدية نحو جسدك، برضو اهتم بانك تبقى امين في امورك الروحية ناحية روحك، ناحية ابديتك. ارجو انه يبقى موضوع النهاية قدام عينينا باستمرار، لان النهاية بتخلي الانسان دايما يحس بانه محتاج يتوب ومحتاج يرجع. العالم برضو بيزين للإنسان إن الحياة ممتدة ولسه بدري. الشيطان دايما كده يقول لسه بدري، زي الشاب الغني اللي دخل المخازن وقال أهدها وابني أعظم منها، وأقول يا نفسي كلي واشبعي لك خيرات كثيرة لسنين عديدة. فمحدش يضمن الحياة على هذه الأرض، لأن الحياة طبيعي هنا موجودة صغيرة. سمعت النهاردة كل القراءات بتأكد هذه الحقيقة. قديس يعقوب بيقول ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. اللي بيحط قدامه النهاية باستمرار واخد باله منها وبيراعي إنها تبقى كويسة ومش بيخلي العالم يلهيها عنها، هو ده الإنسان اللي سهران اليقظ اللي واخد باله من أبديته. ربنا قادر أن يعطينا أن نسمع ونعمل، لإلهنا المجد دائما أبديا آمين. أغنية أخ أمس من إسأو وبنت باي إعبيو ويبيو أي قطاب فران من راتي انتبه إخريستوس أربريس بفينا ريجون قد شس النبترين تسعوتوكوس ماريا اسما بم كان النوبين عنيفول أطلب من الرب عنا أيوة الشهيد المجيد سيد الملك ورجيوس يغفر لك خطايانا توبهم بشوي سارية قم بنيوت صوان بطري أرشد بابا بطا ودرس بأرشي ريف ستفقاني بناني فون توبهم بشوي سارية قم بنيوت صوان بنيوت صوان بنزيكي وصافاتك له امتروبولي تي ستفقاني نوبي ناني فول شيف اسمروت الشيف يوت نمشي نمبب نما اسقوة تترية سجي كيفول تنقوش تموس تنتي اونايس صوفيا بروسخومين كريا ليسون كريا ليسون خنو مسمي امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآن ضابط القلب خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور.
نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للإنفجار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلا سلفون، تألم وقبر وقام بين الأموات ليوم الثالث كما قدم وصعد إلى السماوات وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك القضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصر من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة الجامعة الرسولية، ونعترف بمعمودية واحدة من أخطاء الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة دار الآتي. سامحونا لا حال لكم صلاتك سيد اشليل ابي ابروز في قصاصيتي ايرني باسي يطم نفماتي صور يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصالة. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمصرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش وكل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسكر الشر الملبس الموت واجعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائدة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم قفوا برعدات وإلى الشرق انظروا ننصت بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا رحمة سلام ذبيحة الرب معك جميعكم ومع روحك أيضا ارفعوا قلوبكم
نشكر الرب مستحق وعادل مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب لأنه حقا بالحقيقة مستحق ومستوجب أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي ما المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرأسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة إلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشروبيم الممتلئون عيونا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون دائما بغير سكوت قائلي نانسيت الشرابيم يسجنون لك والسرافيم يمجدون صارخين قائلين قدوس 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 رب السبعون السماوات أرض مملوءة من مجدك الأقدس قدوس قدوس بالحقيقة
أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. تجسدا وتأنى وعلمنا طرق الخلاص، وأنعم لنا بالميلاد الثاني الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مابعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. حقا آمين. وقام من الأموات في اليوم الثالث، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجازاة، هذا الذي يأتي فيه اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله. كرحمتك يا رب وليس كخطايا وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين، ومن أن هذا هو بالحقيقة آمين، ونظر إلى فوق نحو السماء، إليك يا الله أباه وسيد كل أحد، وشكر آمين وباركه آمين وقدسه آمين. نؤمن ونعترف
ونمجد وقد سماه وأعطاه لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. بايريتيون بكافوت من انصاف زي ابن نفس طفيف الخين وإربن مؤمؤو اطاف شبه موت. آمين. آفز موروف. آمين. أفر آجي يزني. بستيف آمين كي أمون آمين كي زقصاز آمين أفجم تي بي أفتي في أونينيتين وفي ناجيوس ماسيتيس أو هنا بصلوس سواب أفجو إموس جيت شين سواب أولين خدفتيرو واي غار بي بايس نوفن تيت دي سيكم فيري اتو نبون فيفول ازين سينون امهن كميش انستيف ابكو ايفول انتيني نوفي واي ارد في ايبا ارف مي ايف اي فايون بيخن ام اسمي لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن آجي. آمين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله أهينا ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامة من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدا آتين نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك رسخ من آمين هذا الخبز يجعل جسدا مقدسا له آمين وهذا
هذه الكاس أيضا دما كريما لعهد الجديد الذي له. وأيضا نؤمن يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. مستحقين كنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا واكسدنا الرحمة لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البلد واسقط بسلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب ارحم. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الرسل والقدوسين الذين فيها واولا اسقط بابونا الطوبى ورئيس الكهنة البابا الانبطاطوس الثاني وشركيه في الخدمة الرسولية أبينا الطباء والأنبتات لها وأبينا الطباء والأنب مكاري يا رب ارحم. والذين يفصلون مع كلمة الحق بالثقة ومنع بهم على كنيستك المقدسة وقطيعك بسلام واسقط بقمامسة وقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة يا رب ارحم. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهات كل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الاب ضابط القوم اسكن بخلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع كل دعوات أبائنا الأرثوذكسيين يا رب ارحم. والساكنين فيها بإيمان الله تفضل رب مياه النهر في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أسعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض الروح الصعود تقصو أسمارها أعدها لزرع الحصاد ودبر حياتنا كما يليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب هذا يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشارك في تذكار قديسيك تفضل يا رب أن تذكر جميع قديسين الذين أرضوك منذ الباد أبانا القديسين رؤساء الأنبياء والرسل والمبشرين والإنجليين
والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأقصار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله قديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس حنا الصابق الصابر والشهيد وقديس طفانوس رئيس الشمامسة وللشهداء وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سويرس معلمنا ديوسقوروس والقديس أثانوسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة القديس حنا ذئبي الفم وقديس ثيودوسيوس وقديس أوفيلوس وقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أوروريوس الناطق بالآيات وقديس أوروريوس الصنعجاب وقديس أوروريوس الأرماني والثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنيقيا والمائة والخمسين بقسطنطينية والمائتين بأفاسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس بالبار أنبا بولا والثلاث أنبا مكارا قديسين جميع أولاد ملوبا الصليب أبانا أنبا يونس وموسى أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولطماس قيال تلميذة وسلوين قديسين روميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس أنبا موسى يحنس كام القس أبانا أنبا دانيال وموسى أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة الرس الميزه أبانا أنبا شنود رئيس المتحدين أنبا ويسا تلميذه والقديس أنبا برام أسقف الفيوم والقديس البابا كيريلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس كل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم طلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليأكلون اسماء ابانا البطاركة القديسين الذين ركضوا الرب نيح نفوسهم اجمعين ويغفر لنا خطايانا هؤلاء كل احد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين ركضوا وتنيحوا في الايمان بالمسيح تفضل يا رب أن تسكن نفوس عبيدك أبونا القمص صليب متى ساويروس أبونا القمص بشعياد أبونا القمص صموئيل لبيب أبونا القمص بنيامين البراموسي أنا سيمون القسة سنسيوس نبي النصر مجدي سعد حليم في ذكرى السنوية عطيات إبراهيم بشارة في ذكرى السنوية سميح لبيب بشارة الفرنسيم سعد حليم إبراهيم سمير توفي نعمة داود فايزة جابر عبد النور أيوب جيد رمزي أيوب مينا إدوار أديب ألبير كامل أمين شحاتة شكري أمينة راجي راغب أنس عبد الملاك سميرة غالي عياد بخيت عبد المسيح بطرس عزيز كمال كل الأسماء التي ذكرت على مذبحك المقدس تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب
ريحهم آمين. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في قرى الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك ونعم لنا بسلامك إلى التمام. آمين. هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور آمين. واهدنا يا ربي إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيضا فلنشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلهية غير المائتة. آمين. الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم اللذان لمسيح الضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب ارحم بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة كل أحد. يا ليسان كيريا ليسان يا رب ارحم. يا معين ملتجئين إليه يا رجاء الذين يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف ربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشاروبيم والسيرافيم
وكل الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر، فليبعد عنا كريانا إيسان كريانا إيسان يا رب ارحم. طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجرو بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله إلى أب القدوس الذي في السماوات، ونقول أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد في المسيح. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، مستحقا ومع روحك ننصت بخوف الله. امين يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. القدسات القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين. واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد هو الروح القدس امين. ايرني باسي يتمني بماتي صم. جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين آمين. أجيون تيميون سومكي مالي سنون
Ιησού Χριστού το Υιό του Θεού ημών αμήν. Αμήν. جسد ودمع إمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين. حقا آمين. آمين 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 آمين. أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشب الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يوم أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين. كل آمين آمين آمين. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار الطاهرة السمائية الزكية. يا رب ارحم. سبحوا
سبحوه بصوت البوق سبحوه بدفوف وصفوف سبحوا بأوطاب وأذقوه سبحوه بسلوك حسنات الصوت and yeah.
سلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا صليت أداء الكنيسة وحصنا فلا تتزعزع إلى الأبد إيمانويل إلينا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا السلام لك يا جواب جيوز الاسم العظم اخترك الرب يسوس شاذكرك في الأقانيم تقدمت أيها المختار إلى ديديانوس واخذت كل الكفار بعلامك في استغفروس راق ديديانوس على وجهك النعمة جميلا في شخصك تودي مثل نجمة فلك يا مختار أنت من أي مكان أنا لي ثلاثة أعوام ما رأيت مثلك إنسان فما حاجتك عندي حتى أتيت لك تعال واغفرني أنت من أي مكان بحق يسوع ربك تغفرني يا إنسان عن أبي قوي جدا كان وزيرا أو سلطان قال له جوارجيوس أنا ابن أناستاسيوس وأنا عبد الرب يسوس بكريستوس كبدك يا بلدنا نسبتنا في فلسطين وفيها مربانا وفيها مقيمين فلو ديديانوس تعالى عبود الأوثان وبخر يا محروس وأنا اكتب لك فرما فلو جوارجيوس أنا نسل الكرم كيف تعمل منجوس أن أعبد الأوثان وأمر ديديانوس بعزة بالقدس ولأجلنا قد عروا ضربوا في الدبابيس 7 سنوات عند يقاسي في الأتعاب واحتمل كل شدة في محبة رب الأرباب سنة سميتت قدمة على اسمه القدس وحبا في رب القوات المحيي كل نفوس نشكر المسيح يا جماعة على حضور ومباركة سيدنا الأنبا تكلا كنيستنا نقول وحشنا سيدنا كنيستنا مفتوحة يا ريت تيجي لنا حتى لو كل شهر مرة ناخد بركتك يا سيدنا لأن أنبا تكلا مش غريب على الكنيسة ونقدر نقول إن هو من الكنيسة يعني وهو كان خادم في المنطقة خادم جميل جدا وربنا اختاره عشان يكون قائد للناس اللي محتاجين له ربنا يديمه علينا ويفرح قلبه وخدمته ويفرحنا بيه نشكره لأنه استجاب لطلبتنا واستجاب للمعاد اللي احنا قلنا له عليه في النهارده ذكرى ثانويه المرحوم عطيات ابراهيم
والمرحوم مجدي سعد، بنقدم العزل للأسر. وعن الأسر نشكر كل اللي حضر وساها. قصة الرحلات بتقول يوم 14/9 في رحلة للعين السخنة لمدة